في معلومة هقول لحضراتكم عليها، أعتقد إنها مش عند غالبيتنا، وهي إن جمال المرأة الخارجي مرتبط بشكل مباشر جداً مع صحتها الداخلية. إيه ده بقى؟ يعني الباديكير والمانيكير والحاجات دي مش بتحلي المرأة؟ لا لا لا، بتحليها، متقلقوش، بس الصحة الجيدة بتسبب نضارة الوجه والجلد ونمو الشعر والأظافر، وبالتالي أي إضافات جمالية بتظهر عليه فوراً، على عكس الصحة الغير جيدة اللي بتسبب ضياع جمال المرأة وإشراقتها. طيب إزاي المرأة تهتم بصحة شعرها وأظافرها داخليًا وخارجيًا؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا اللي مشرفانا في الأستوديو، أستاذة الدكتورة سحر السيد، أستاذة الأمراض الجلدية لطب عين شمس. أهلًا بيكي يا دكتورة. أهلًا بحضرتك. أهلًا. طبعًا إحنا الأول نبتدي الجملة الشهيرة، تساقط الشعر. شعر بيقع. بالظبط. والستات طبعا انت عارفه ما فيش واحده ما بتقولش الكلمه دي، حتى لو ما بيخلو منها. ما لازم شعري بيقع. هو معدل وقوع الشعر اللي هو تساقط الشعر قد ايه في اليوم او قد ايه في الشهر او قد ايه عموما؟ بص، في المتوسط الكتب بتقول ان ما بين 50 ل 100 شعرايه في اليوم، لكن طبعا في عوامل مختلفه، يعني اللي شعره خفيف غير اللي شعره تقيل، الاجناس المختلفه، الشعر شخصيا، الست، الراجل، التغيرات الهرمونيه اللي بنعدي بيها، كل الحاجات دي بتاثر في معدل يعني تساقط الشعر. السن برضو بيلعب دور؟ وطبعا السن، طبعا في سن يعني اكتر فتره بتبقى فيها الصحه والشعر في اوجه هو في فتره الشباب، لكن لما بيبتدي السن يكبر معدل نموه بيقل ومعدل تساقطه بيزيد. معدل نموه كمان بيقل. بيقل بالظبط. ده انا كنت هسال حضرتك لان في ستات بتقول انا شعري مش عايز يطول. هو مش عاوز يطول عن حد معين، لان الشعر شعرنا طول الشعر زي طول القامه. مش مثلا كل ما هاكل كل ما شعري هيطول بقى وربنزل وينزل معانا، لا. ده حاجات محدده جينيا، لكن لو في حاجه مؤثره سلبا على صحة الشعر، سواء أمراض في الجلد، أمراض في الصحة العامة، سوء استهلاك للشعر مثلا بأدوات التجميل اللي مش صحيحة أو الممارسات اليومية الغلط، ده طبعا بيكسر الشعراية فبيخليها مش بتكمل عمرها الافتراضي، فالشعر بيتقصف وبيبتدي يبقى ما بيطولش. الشكوى اللي بنشوفها شعر يا دكتورة ما بيطولش، لأنه اللي بنسميها سبليت اندز أو التقصف، إن الشعراية بتتقطم من النص. يعني ده ممكن يكون ليه أسباب تانية غير يعني خلينا نقسمها أسباب خارجية وأسباب داخلية. بالظبط. الأسباب الداخلية زي ما يكون عندها عند الست أو السيدة أو الرجل، ممكن يكون عندها مرض أو عرض بيأثر على نمو الشعر وعلى طوله وعلى حيويته، لكن في نفس الوقت هو ممكن يبقى فيه أسباب خارجية، إن في استخدام خاطئ لبعض الكيميكلز او الحاجات الكيماويه اللي بيحطوها على شعرهم، سواء كانت بقى ممكن تكون شامبو غلط، ممكن تكون اي حاجه غلط بتؤثر على هذا. بالظبط. طيب احنا دلوقتي لو في اسباب داخليه هنعالجها ازاي وهنعرف ازاي وازاي نعرف ان فعلا في مشكله؟ لازم الاول نقسم سبب سقوط الشعر زي ما حضرتك بالظبط بتقول كده. هل في مرض معين؟ يعني مثلا في خلل في الغده الدرقيه، في امراض مناعيه، في سقوط شعر لاسباب وراثيه. نعرف الاول السبب. أو بعد إذنك تهيؤات وارد. يعني مش عاوز أدخل في الناس اللي بتبقى مهولة الموقف، أنا هتكلم على الناحية اللي، ولو إن ده برضو على فكرة يحترم، يعني أنا بحترم شكوى المريضة، لأن ممكن واحدة مثلا تلاقي مطلع لك أربع خمس شعرات ودولت مسبب لها قلق، يعني الحقيني يا دكتورة حاجات شعري خلاص. لكن في ناس لا، شكوتها حقيقية قوي قوي، شعرهم بيقع. فإحنا لازم نقص فيتامينز، الأنيميا، نقص فيتامين د، الحاجات دي كلها بتسبب سقوط للشعر، ولازم السبب الحقيقي يتعالج. ما ينفعش ان انا ادي مجرد مقويات وكده، لا، لازم ابقى عارفه السبب علشان اعرف احط ايدي بالظبط الخلل فين ونبتدي نصلحه. وزي ما حضرتك قلت، الاهتمام بالصحه عامه دي بتحسن لي الحاجات الخارجيه، المؤشرات ان في نقص في حاجه، في الزنك، في السيلينيوم، في الكبر، في الحاجات اللي هي المعادن الاساسيه لنمو الشعر ولصحته. يعني ايه صحته؟ يعني الشعرايه تبقى لامعه، تبقى قوية، مش أول ما شدها تتقطم، تبقى واخدة الشكل المستدير بتاعها، أو من غير ما تكون فيها تقصف أو عقد أو فقد حيويتها. ده الشعر الهيلثي، ومش شرط أن الشعر الهيلثي دوت أو الشعر الصحي يكون ناعم، لأن إحنا يعني الأجناس المختلفة عندنا، الشعر المجعد، الشعر طبعا المتموج، الشعر الناعم، على حسب. لكن ما فيش مشكلة خالص أن بنت تبقى شعرها مجعد بس صحي،
صحي يعني. طب حضرتك بتعرفي بقى الحاجات دي ازاي؟ بتشوفيها تحت الميكروسكوب مثلا ولا؟ عندنا طبعا وسائل مساعده، عندنا ميكروسكوب خاص، الحاجات اللي اسمها درموسكوبي وترايكوسكوبي، حاجات بنشوف بيها الشعره بتكبير كبير ونشوفها من خروجها من فروه الراس نفسها، كم شعرايه طالعه من البصيله، سمكها، فيها تموجات، فيها عقد، فيها حاجات قشور عليها، اي حاجه من الحاجات اللي بتدلنا احنا في مرض معين ولا لا. وبعد كده بنتابعه كمان لما بندي علاجات بنشوف تطور الحاله. انا بسال بس عشان برضو نرجع للتهيؤات، عشان اللي عنده تهيؤات حضرتك هتاكدي بالظبط اذا كان فعلا بالظبط هنشوفها وهن يعني هتاكد بقى. طيب احنا دلوقتي في ناس كتيره قوي رجاله وستات بيصبغوا شعرهم، وفي دلوقتي كمان يعني خطوات بقت متقدمه جدا في موضوع فرد الشعر، فاحنا بنشوف يعني بنسمع عن حاجات انا مش عارف اسمها بصراحة، بس بتخلي الشعر المجعد ناعم جدا. هل الحاجات دي آمنة؟ خصوصا الصبغات، لأن الصبغة بتبقى كل يعني كل شوية، ودي كمان برضو اللي هي فرد أنا معرفش اسمها، هيسموها كريمات فرد الشعر أو كيميكالز بتفرد الشعر، الحاجات دي ممكن تكون آمنة؟ هو في بالظبط في شقين، في صبغات ده مجرد تلوين للشعر، وفي مواد كيميائية بتفرد الشعر بأسماء مختلفة طبعا في السوق. الصبغات لو كانت الصبغة دي حاجات ما هياش دائمة، يعني تأثيرها مؤقت، بتكون ضررها أقل بكتير قوي من الحاجات اللي بتكون دائمة، يعني هتفضل طول الوقت مش هتروح مع الغسيل المتكرر، لأنها بتدخل في التكوين الشعر. الصورة دي ليها علاقة بالصبغة؟ الصورة دي موريانا يعني الالوان الكتيره اللي هي في الصبغات، وبتورينا ازاي ان الشعره بتبقى متغطيه بطبقه خارجيه، الطبقه دي عامله زي البيوت الانجليزيه، السقف الانجليزي يعني طبقات فوق بعضها فوق بعضها عشان تحمي الشعرايه شخصيا من جوه. الاستعمال المتكرر للصبغه بيجهد الطبقه دي وبيخليها تتفتح عن بعضها، فتبتدي تبقى الشعرايه معرضه بقى ان يدخل فيها الميه والكيميكالز والملوثات، تبتدي الشعرايه تفقد الحيويه والصفات اللي قلناها ان هي ناعمه وبتلمع وكده، وتبتدي كمان ممكن تتقطم. فلما الشكوى بقى الاكثر من كده الناس تيجي تقول لي انا بس انا لازم اصبغ يا دكتور، مثلا انا شعري ابيض لازم اصبغه، او انا يعني حياتي الاجتماعية بتتطلب مني شكل معين. بنقول لها طيب لو هنحاول نستخدم الأنواع اللي تكون آمنة، وهنحاول نعتني بقى بالشعر زيادة قوي، نديله تغذيته من الفيتامينات والأملاح والحاجات المعادن اللي هو محتاجها عن طريق تغذية متوازنة، وحاجات دي ممكن نديها بالفم عن طريق أدوية معينة، وكمان ممكن نديلها حاجات تنفشط البصيلة بتاعة الشعراية وتودي غذاء أكتر للشعرة وتنبه الدورة الدموية اللي رايحة للبصيلة نفسها لو أنا ما فيش بد من إن أنا هستعمل. ونحاول نستخدم الأنواع الآمنة، في بعض الأنواع بتتكتب عليها مثلا خالية من الأمونيا، هي خالية شخصيا من الأمونيا بس بعد ما بتتجهز فيها مواد تانية بديلة بتتحول بعد كده الأمونيا، فيعني الترم ده ما هوش يعني مش آمن 100% برضو يعني، بس عشان الناس بتفكر ان اي صبغه مكتوب عليها خالي من الامونيا فهي امان تام. لا طب هو مين اللي يعرف يا دكتور؟ ما هي مش بتفرد مش بتصبغ شعرها عند الدكتور، دي بتصبغه في ما هو الصبغات بالظبط في ليها اماكنها المخصصه. ما انا بس بقول ان هي كلها ليها ضرر على المدى البعيد، بنحاول نتجنبها، نحاول نقلل منها، نحاول لو احنا مضطرين ليها بطبيعه الحياه يعني ان هي تهتم بقى، يعني هندي اكسترا كير للشعر، تغذيه، فيتامينز، وبعض المستحضرات اللي بتتحط على الشعر علشان تحميه. انا قلت ان انا الطبقه اللي كنا رسمينها اللي كانت موجوده في الرسمه اللي كانت بتبقى فيها ان الشعر ابتدى يبعد عن بعضه، الطبقه الخارجيه الحاميه ليه، نبتدي نستخدم مستحضرات تحاول تعيد بنائها او تكفر الشعرايه برضو عشان يعني اعالج الديفكت اللي حصل. طب وفي حاله الوسائل اللي هي بتفرد الشعر وبتخليه ناعم كده وجميل دي برضو آمنة؟ كل البنات دلوقتي حتى الاطفال عاوزين يعملوها. لا طبعا يعني هي إيه؟ مفيش دراسات دوكيومنتد يعني او حاجات يعني خلاص بتقول انها مضره، لكن اللي احنا بنشوفه في عياداتنا بقى كل يوم الناس اللي جت عملتها بتكرار ليها تاثير سلبي على الشعر فعلا على المدى الطويل على ولا المدى على الطويل وطبعا بتختلف بقى باختلاف البدايه كانت ايه، يعني اللي شعرها قوي هيتحمل اكتر من اللي شعرها ضعيف. طب وفتره الحمل
هل بتنصحي السيدات انها توقف صبغه الشعر او فرد الشعر في فتره الحمل؟ يستحسن طبعا، لان دي فيها مواد كيميائيه. احنا في فتره الحمل دي فتره مؤقته، هم 9 شهور، اذا كان في ادويه كتيره ما بنحبش نستخدمها، فالكيميكالز بتاعه الصبغات او مواد الفرد بتاذي الشعريه برضو. انا شايف كلمه امونيا ماديه اللي هي الشائع في الصبغات ان هم يقولوا انها ما فيهاش امونيا. لكن احنا بنؤكد ان بيبقى فيها مواد اخرى بتتحول لامونيا اثناء تحضير الصبغه. يعني يا دكتوره، هو يعني ستات مشكورين بيروحوا للكوافيرات ويعملوا ضوافرهم ويعملوا شعرهم، والحاجات دي بقت مكلفه جدا، احنا اللي بندفع. فيعني وفي الاخر كل الحاجات دي غلط، يعني كمان كل الحاجات. انا عايز حضرتك توجه لهم رساله كده قويه، الحاجات دي غلط، ارجوكوا بلاش كده يعني. مش هقدر، انا ست برضو زيهم. طيب، في علاج تساقط الشعر حضرتك ذكرتي في فيتامينات وفي ادويه، هي انا بشوف ان السيدات على طول بتروح الصيدليه وتطلب فيتامين تساقط الشعر، تطلب في بعض الفيتامينات مكتوب عليها لتساقط الشعر، فهل الحاجات دي تصرف من غير راي دكتور؟ يعني ممكن هي تروح الصيدليه وتطلب فيتامين تساقط الشعر، لان الحاجات دي ممكن تتاخد بقى ايه، ان هي بتحمي نفسها حتى لو ما عندهاش مشكله، فتقول انا هاخد الفيتامينات دي حمايه. فهل ده حضرتك توافقي على الكلام ده؟ مصرح بيه؟ مش مظبوط طبعا، مش مظبوط، لان هي ممكن يكون سبب تساقط الشعر عندها ليه اسباب تانية خالص غير الفيتامينات. يعني لازم العلاج يبقى موجه، يعني اعرف السبب. لو واحده عندها تساقط شعر وراثي مهما خدت فيتامينات مش هيفيدها، لو عندها تساقط شعر مصاحب مثلا لاختلال في وظائف الغدد مش هيفيدها، لو عندها انيميا، لو تساقط الشعر ده باسباب مناعيه مش هيفيدها الحاجات دي. هي المفروض ان هي الاول بتكشف، نعرف بالظبط المشكله فين، بنعالجها، والفيتامينات عامل مساعد معانا. طيب، احنا في بدايه الحلقه حضرتك ذكرتي ان انواع الشعر مختلفه، وفي منها المجعد وفي منها الناعم وفي منها الملون. هل الحاجات دي كلها، كل نوع شعر بيحتاج لعنايه خاصه مختلفه عن الشعر التاني؟ العناية بالشعر في المجمل مش هتختلف كتير ما بين نوع لنوع، مش هتختلف، لأن احنا العوامل اللي هي التغذية السليمة قلنا، وإن احنا نحاول نحميه من الضوء المباشر بتاع الشمس، لأن الأشعة البنفسجية بتأذي الشعراية إلى حد كبير وبتخليها جافة. الناس اللي بتنزل مثلا البسين أو في المصيف كتير وتعرض شعرها للشمس كتير، الشعر بيجف زيه زي الجلد. العناية أو الحفاظ عليهم واحد، لكن هي المشكلة إن معظم الناس بتبقى عاوزة تنقل من نوع لنوع. طبعا، فبيروحوا بالظبط يصبغوا أو يفردوا. ايوه. طيب، نتكلم شوية بقى عن الضوافر، لأن طبعا دي حاجة مهمة جدا للستات، لدرجة إنهم ابتدوا يركبوا ضوافر صناعية بيلزقوها. وأنا دايما بشوف إن ده حاجة مش صحية أبدا، بس طبعا ما حدش هيسمع كلام. بس هو المشكله ان الناس بتبقى مستعجله، يعني لزق الضوافر الصناعيه دي، الماده اللي بتتلزق بيها، الجلو اللي بيتلزق ده بيأذي جدا جدا جدا. تغطيه الضوافر، لو مثلا واحده هتلزق ضوافر علشان يعني مناسبه مره او كده، فده اقل ضررا من الحاجات اللي بتتعمل وتفضل شهور، لان انا بمنع الاكسجين عن الضوافر، زائد اني بحط عليها ماده بيقول لنا بعدها التهابات فطرية ومشاكل كتيرة جدا، وبيبقى صعب ان احنا بنعالج مشكلة العناية بالضوافر. يعني لو حد اعتنى بضوافره مثلا، خد التغذية السليمة والأدوية، وفي بعض المستحضرات فيها يعني زي مواد ما بتحفز نمو الضوافر، بس يستخدموها للمدة الكافية، لان نمو الضفر حاجة بطيئة. مشكلة الناس انها بتبقى مستعجلة، عاوزة تاخد العلاج النهاردة، بعد اسبوع يبقى شعرها طول وضوافرها اتحسنت، ده مش بيحصل. انا معايا حاجة بتنمو، يعني مثلا معدل نمو الشعراية بنتكلم في حاجة سنتي مثلا في الشهر، ويمكن أقل كمان على حسب، طبعا احنا قلنا اختلاف في الجينات والعوامل الوراثية وكده. فالناس بتبقى مش عاوزة كده، عاوزة النهاردة أنا عندي مشكلة أروح للدكتور على ميعاد الاستشارة تكون المشكلة اتحلت. الكلام ده ما مش هيمشي في حالات الشعر والضوافر، محتاجين علاج على مدى شهور. فالناس بتستسهل وبتروح تعمل اكستنشنز، تعمل فرد، تعمل تركب ضوافر صناعي. طبعا الحاجات دي مش مظبوطه. لكن حضرتك بتقولي ان الضوافر لو هي نموها بطيء او لو هي بتتكسر بسرعه، وخصوصا الضوافر اللي هي بيبقى مشققه
او ما هي كل دي معناها ان في يا اما طبعا في كاتيجوري منهم او نوعيه بيكون في امراض معينه امراض جلديه بتاثر على الضوافر، وفي حاجات او معظمها كمان بيكون نقص تغذيه. نقص تغذيه؟ نقص تغذيه. طب يعني النقص التغذيه ده ممكن يكون عوضه بالفيتامينز اللي حضرتك قلتي عليها؟ بالظبط يتعوض بيها. بيتحسنوا جدا، بس اللي بينتظم يعني الناس الصبوره بتنتظم اللي بتنتظم على العلاج بتحقق نتيجه جميله جدا وطبيعيه بدون اللجوء لاي حاجه صناعيه بتاذي. مش بس كده يعني، شوفي حضرتك هنا انا اعتقد هي دي مجرد ضوافر قصيره ولا ضوافر فيها مشكله؟ فيها مشاكل طبعا. فيها مشاكل متدمره وبتحط عليها الصناعي عشان تداري بدل ما تعالج. الناس بتبقى مستعجله فبتقول لك اداري. بس دي يعني انا اعتقد ان زي ما قلت لحضرتك انا اعتقد ان حاجه غير صحيه بالمره نهائي. وطول عمري بقول كده، بس ازاي يعني ايه نصايحك للناس علشان يعني تبتدي يشوفوا حاجه بدري. يعني انا عايز حضرتك تدي لهم نصايح بس يكونوا ايه حاجه يقدروا يعملوها التغذيه ويلاقوا نتيجه بسرعه. التغذيه المتوازنه يكشفوا علشان نشوف، لان بعض الامراض الجلديه بتكون ده يعني دي علامه مبكره لبعض الامراض فنعرفها وهنعالجها، هتتعالج المشكله. وان احنا ناخد تغذيه متوازنه وناخد العلاج الصح. يعني لو انا عندي مشكله معينه حللت مثلا وطلع ان في نقص في ماده معينه في جسمي، لما هاخدها هتتعالج. لما هحط مستحضرات طبيه بتعالج الضوافر وبتحسن طبقه الكيراتين بتاعتها وبتحميها هيبقى ده كويس، غير لما احط يعني ماده لاصقه بتاذيني وبتطلع أكتر. بالطبقه السطحيه بالظبط. وفي منهم مواد بتاذي الجدر بتاع الضافر اللي بيطلع منه خلايا الاظافر نفسها. الدكتوره سحر السيد استاذ الامراض الجلديه بكليه الطب عين شمس، انا بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. فكري في جمالك الخارجي واستمتعي بطله مختلفه وسط الاهل والاصدقاء، بس الاهم ان الجمال الخارجي يرتبط بقوه الصحه الداخليه. اهتمي بالاثنين بالتوازي مع بعض علشان يبقى جمالك زي ما بيقولوا كده بره وجوه. فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمره، استنونا بعد الفاصل.